علاقات بتبقى زي الدايرتين وانترسكتنج، يعني بينهم حته مشتركه. تمام. الدايرتين كل الواحد الحته المشتركه دي تكبر امتى؟ لما كل واحد يدي التاني مساحه انه يعيش بره وبعدين يرجع يضيف للحته المشتركه دي. انما لو احنا بس هو لازقين في بيغير بعض عليها. مفيش الغيره ما انا بجيب سببها لك ايه؟ كل الاحتمالات عشان تبقى بنجاوب على اللي بيتفرج انا علينا. عشان كده قلت من شويه الكلمه السخيفه بتاعت الغيره الزياده دي، اما قله ثقه في نفسي فبتترجم على اني بغير من او بره قله ثقه جامد، في الطرف التاني، او ودي حاجه بايخه يا قوي. قله ثقه يا اما حب تملك، حب تملك، فيبقى الشخص التاني بالنسبه لي مش شريك، لا ده حاجه عندي في حياتي. خدت بال ساعتك؟ مش شريك عمر، مش متونسين ببعض وبنكبر خلي مع بالك، بعض شريك وبنكبر بعض، يعني له ماشيين جنب بعض. وعليه، وانت لك وعليك. ومحدش يظن وهما كده ان هو اللي راكب العلاقه. اللي يفكر في كده اصلا تبقى العلاقه فاشله، عمره ما هيشبع منها. عامل زي في فنون الحرب كده، يقول لك حتى اللي بيحارب ويكسب الحرب لو احتفل بالنصر ده انسان مش صحيح، ده انسان عنده يسموه blood thirst، يعني عطش للدم، انه بيحتفل بانه ذبح حد تاني. امال الناس لما تنتصر تعمل ما ايه؟ يحتفلوش ادبا، اللي بينتصر ده حقق شيء ما لصالح مجتمعه، فشكرا سكتنا. وفي قرارة نفسه كان بيقول الكلام ده سان تزو الصيني ده تاريخي، حد حاجة قوية جدا. سان تزو الكتاب بتاعه اللي هو ذا ارت اوف وار، اللي هو فن الحرب، حاجة تاريخية بتدرس يعني. فكان يقول لك ما فيش حد صحيح من المقاتلين الاقوياء بعدما ينتصر يحتفل، ده يبقى مريض، بلاد ثيرست، يعني عنده عطش للدم. التاني ما بس يحتفلش يعني لان على يفرح قد فرحته، ويتبسط، يفرح ويتبسط يعني. بس امال دايما في قرارة نفسه انه كان يتمنى ان يحصل على النتيجة دي بدون حرب، بدون اراقة الدماء. يعني لما بتيجي على اراقة الدماء من شوف حتى في دي فيها ادب وفن. في قصة سيدنا محمد، قال القاتل والمقتول في النار، لان واحد قتل واحد، فقال لك ده اتقتل، ده ده اتقتل، كان ده عايز خلاص، يقتله برضه. فالتاني كان عايز يقتله. فشوف حتى الادب في ايه. فقصه ان حد يبقى عايز يخنق حد دي مش صحيه خالص، معناها ان اللي عايز يخنق ده عنده مشكله، وطبيعي بيتسبب فيه مشكله للطرف الاخر. يعني الكلمه الشهيره دلوقتي اللي المجتمع بيتناقلها، يقول لك معظم المرضى النفسيين، معظم اللي بيروحوا لعيادات الطب النفسي بياخدوا علاجات للامراض النفسيه بيتعالجوا نيابه عن اللي مرضوهم. يعني احنا اتكلمنا قبل كده مثلا عن الشخصيات النرجسيه، اللي بيعيش مع حد نرجسي بيمرض عاده. فاللي بيمرض نتيجه لانه عايش مع شخص نرجسي هو ده اللي بيظهر عندنا في معلش العيادات. برضو اشرح للناس يعني ماذا تعني كلمة نرجسي. الشخصيات النرجسيه هو اللي بني ادم شايف نفسه قوي هو صح على طول وكل الناس غلط، ويا اما انا هو اسمع يعني يبقى فخور بما لا داعي للفخر، وكل حاجة يعملها واللي قدامه ده يا يمشي على مزاجه يا اما يبقى وحش ويتضرب بالجذبه. هو مظبوط. النرجسي كده، انا وبعد الطوفان، اللي هو يا ارض مهدي ما عليك مالك يهدي، يهدي. مفيش حد احسن مني، انا الوحيد اللي بفهم، لما تواجد في مكان كل الناس تسكت، لما هل لازم ابقى انا الجميل الحلو الكذا. لما الشخص ده بيشارك حد تاني الحياه بيفضل يضغط 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 لحد ما تاني لابد انه يمرض في وقت ما، وما مرضش النهارده يمرض قدام، الا لو التاني عنده قوه عاليه جدا على التماسك، فيا اما بيخلع من العلاقه يا اما في فوائد غير مرئيه، يا اما خوفا مستسلم وخلاص فبيقدر يحافظ على نفسه شويه. دول هو الانسان الذي يستسلم للطرف الاخر ايه انواع بيحصل له كتير. ايه؟ يعني واحد نتيجه الاخ نرجس ده النرجس بقى هو خلاص، هو طرف تاني معاه، فالتاني استسلم للوضع خلاص، يعني ده بيحصل له ايه؟ ما هو بيحصل له اللي بيستسلم وهن، وهن ضعف، عجز، مرض. مش كده بقول سعادتك التاني ده اللي بيجي لنا العيادات. النرجسي انا يعني ما عنديش حاجه، انتوا كل الناس كلاب على راي عمال عادل يعيل امام اللي حواليه الله كلهم. يرحمه. فدول اللي بيجوا، ولذلك المتناقل المتعارف مصيبه ان الشخصيات النرجسيه دي بقى في منهم كتير قوي في المجتمعات دلوقتي. ما تفهمش الفرة ولا ايه، بس في كتير ناس نارسست، شخصيات نرجسيه احد اضطرابات الشخصيه في الامراض النفسيه، وللاسف ما بيتعالجوش بسهوله لان هو ما عندوش وعي بانه مريض، زائد ان مرضه مخليه حاسس انه اعلى من اي حد. تلاقيه مثلا مهندس قاعد مع محامي، المهندس نرجسي،
فتقعد مع المحامي بيفتي في القضيه يقول له طب اسمعني، يقول له لا او العكس يعني محامي نرجسي يقعد مع مهندس صحيح. فبيقول له اعمل لي ديكور البيت، فالتاني بيقول له طب يقول له انت جايبني ليه، يقول له لا انت بس كده عشان تعمل اللي انا عايزه، يقول له لا انا مهندس ديكور قد الدنيا، انا اللي هقول لك الكونسبت انت تقول لي الكونسبت وانا اقول لك يتعمل ازاي. صحيح ده سيد بشكل لطيف جدا 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 خاصه في موضوعات الطب. يعني انا رجعت للدكتور فقال لي ركبتي كذا فاخدت الدواء كذا كذا، يقول لك لا يا راجل بس خد انت يا عم انا جاي عند الدكتور. فدي من نرجع تاني للسفر. الناس اللي بيخافوا وبيشكوا، خد بال سعادتك، اللي بيخافوا يعني انا محوش قرشين او معايا قرشين او